تونس الكل ولات بلديات، هذه حاجة هيلة، لكن فما حالات وين هذا الشيء نجم يسبب مشكلة، مثلا في النقل. النقل غير منتظم في تونس عدة أنواع، وتفرق بيناته برشا حوايج، منها الحدود الجغرافية. مثلا اللواج يربط ما بين المدن في ولايات مختلفة، التاكسي الفردي يربط ما بين المناطق الحضرية البلدية في نفس الولاية، التاكسي جماعي كيف التاكسي يقدم خدمة داخل دائرة محددة لكن فما خط محدد، والنقل الريفي يمشي المناطق الريفية غير البلدية، يعني وين ما يمشيش التاكسي والتاكسي جماعي واللواج. وفما اللي شكب عليهم الكل اللي هو التاكسي السياحي اللي هو يمشي في منطقة محددة تنجم تكون في كبر تونس الكل. اللي صار انه تونس الكل ولات مناطق بلدية، يعني التاكسي ولا ينجم يمشي بين الحضري والريفي لانه الكل بلدي، والنقل الريفي ما عادش عنده وين يمشي لانه ما عادش فما منطقة ماهيش تابعة للبلدية. اي شنو مستقبل النقل الريفي اليوم؟ هذا بين يدين مجلس نواب الشعب اللي لازمه يلائم القوانين الموجودة مع كل مبادئ الدستور. بر الأمان.